إلى المغرب، حيث نظم ناشطون في مجال حقوق المرأة وقفة احتجاجية يوم السبت ضد قانون الأحوال الشخصية المغربي، الذي يسمح للمتهمين بقضايا اغتصاب بالخروج من السجن إن هو تزوج بالفتاة التي اغتصبها. وكانت فتاة مغربية تبلغ 16 عاما أقدمت على الانتحار بعد أن أجبرتها عائلتها على الاقتران بمغتصبها بقرار قضائي. ويطالب الناشطون المغاربة بإلغاء القانون الذي يصفونه بالمخجل. للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بالكاتبة والناشطة الحقوقية المغربية مريم التيجي معي عبر الهاتف من الرباط. سيدة مريم، ما هي آخر المعلومات لديك عن قضية القاصر المغربية التي قالت الصحافة بأنها انتحرت، إلا أن معلومات أيضا ناقلتها الصحافة عن والدتها بأنها ذكرت لوالدتها قبل موتها بأن هناك من دس لها السم؟ يعني للتوضيح قبل الانتقال لاخر المعلومات، انه الماده التي يثار حولها احتجاج ليست في قانون الاحوال الشخصيه، ولكنها الماده 475 من قانون العقوبات. شكرا جزيلا يعني للتصحيح، تفضلي. نعم، فهذا القانون يعتبر يعني يجرم الاغتصاب، وينص على انه اي شخص قام بتغرير او اختطاف قاصر يقل عمره عن 18 سنه دون استعمال عنف او تهديد ولا تدليس وحاول وحاول ذلك يعاقب بالحبس من سنه الى 5 سنوات وبغرامه ماليه تتراوح ما بين 200 الى 500 درهم. يعني الى هذا الحد يبدو القانون، رغم انه لتنظيمات المجتمع المدني تطالب عقوبات أكثر، إلا أنه يبدو منطقي. لكن الفقرة التي تأتي بعد ذلك تتحدث على أنه ممكن يعني هذا المغتصب أن تتم بين زوجين ترقيته من مغتصب إلى زوج، يعني وكأنه يتم القانون يكافئ المغتصب بحيث أنه إذا تم زواج الضحية لمغتصبها لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، يعني لا يمكن متابعته بعد زواجه منها. يعني الشائع أنه بعد أي عملية اغتصاب يلجأ المغتصب إلى الزواج من ضحيته، وفي الغالب ما يتم أنه بعد مدة يتم الطلاق. إذا هذه يعني لا أدري، يعني لا يبدو بأنها مكافأة وليست عقوبة. نعم، هذا ما يعني وصفته بترقية المغتصب، يعني بدل أن يكون مجرم ويدان اجتماعيا يعني يرقى إلى مرتبة عريس أو زوج، وهي مكافأة سخية لأنه يزوج بدون أن يكون مجبر على دفع مهر ولا يعني ذهب ولا مصاريف ولا أي شيء. طيب يعني سؤالي لك وأنت ناشطة حقوقية، لماذا لم يتم إثارة الضوء على هذه المادة المثيرة للجدل والتي تبدو ظاهريا بأنها ليست عقوبة إنما هي مكافأة لمجرم، حتى الآن حتى تحصل مثل هذه الحالة المؤسفة لفتاة انتحرت، أو حتى إذا ثبت بأنها سممت بعد إجبارها على الزواج ممن اغتصبها؟ نعم، يعني ثابت أنها انتحرت. هذه أعتبرها من الثغرات التي وقعت فيها تنظيمات المجتمع المدني عموما والمجتمع والتنظيمات النسائية على وجه الخصوص، يعني توجهت رأسا إلى القوانين التي تثير أصلا جدل أو فيها حساسية دينية. يعني أغرقت مواضيع مثل التعدد ووضع الطلاق في المرأة وغيرها، المواضيع اللي فيها يعني فيها نفس يعني قد تدفع للصراع للمواجهة، أثيرت وأخذت أكثر من وقتها، في حين أنه أشياء أخرى ربما تعتبر أكثر خطورة تم غض الطرف عنها في انتظار أن توقع الفواجع من هذا القبيل. فمثلا لدينا هذه المادة المخجلة جدا من قانون العقوبات التي كما قلت ترقي المجرم إلى مرتبة يعني تكافئه بزواج أخي. وهناك مثلا ما يحدث لحد الآن في جبال الأطلس، زواج اغتصاب من نوع آخر اللي هو زواج بدون وثائق من الطفلات 12 13 14 سنة، ويتم الطلاق، وفي الغالب ما يحدث حاليا أنه البنات يزوجن بالاسم بالفتحة بالكلمة فقط دون أي حماية قانونية، ويلجأ هذا الزوج بين مزدوجتين الاستمتاع بهذه الطفلة شهر شهرين 3 أشهر سنة ثم يختفي عن الأنظار.
يتركها حامل. هذه مئات الطفلات في وضع مثلا اكتشفناه عندما يعني سلطت عليه وسائل إعلام الضوء، لكن أين منضلات نسائية؟ أين النضالات يعني التي يعني أقامت الدنيا ولم تقصد على أمور أخرى كما قلت مثل الطلاق مثل التعدد؟ يعني للأسف غرقت تنظيمات نسائية في سجالات اللي عندها بعد صراعي، كأنها كانت تشعر أنها في مواجهة وأغفلت مثل هذه القضية الحساسة. نعم. شكرا لك الكاتبة والناشطة الحقوقية مريم التيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط.